وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد سعادة القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد أن البحرين تواصل تعزيز مكانتها دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. أبرز ملامح التعاون كان في وضع الإطار الوطني لكشف وملاحقة قضايا الاتجار بالبشر ومنظومة حماية ورعاية ضحاياه، وتحقق هذا من خلال منظومة الإحالة الوطنية التي اعتمدتها مملكة البحرين بمشاركة خبراء الأمم المتحدة، وكانت أول منظومة على المستوى الإقليمي. هذه المنظومة أتاحت لوزارة الداخلية وكافة الجهات الشركاء في اللجنة الوطنية مثل النيابة العامة والقضاء والعمل وغيرها أن تعمل معا في تنسيق على تقصي وكشف الحالات المشتبهة للاتجار بالأشخاص.